دائما نحن عندنا شيء اسمه اكتئاب ما بعد التخرج. لنتخلص من الاكتئاب ما بعد التخرج ما لازم نقعد في البيت ونكون انطوائيين وسلبيين وما حدا عم يشغلنا. لا، اتطوع، اتدرب واستثمر، وبعدين خلي دائما تفكيرك ايجابي. خلي طالما انت عم تطور صراحة هيك مؤتمرات كتير مهمة ومفيدة، خصوصا الخريجين الجدد، لأنها بتعطي فكرة عن شو أحد الصيحات اللي صايرة بعالم الأعمال وشو النصائح ممكن ياخذ الخريج موضوع التوظيف. كتير من الخريجين بيفكروا أنه بعد التخرج حيقدروا يتوظفوا بشكل مباشر، ولكن هي عم تكون أصعب حاليا خصوصا بالظروف الاقتصادية العالمية. فدائما بنصحهم أن يكون في تدرج موضوع التوظيف، من التوظيف الجزئي للتوظيف أونلاين، لا يصير التوظيف الكامل يعني. فهي أهم النصائح. وطبعا في إفادة تانية بهيك مؤتمرات هي موضوع النيتوركينج أو بناء العلاقات المهنية بتصير بين صناع القرار وبين أصحاب الشركات وبين الخريجين، ليشوفوا كل شخص طريقة تفكير الآخر. الجولة الثانية من جلسات الإرشاد المهنية الفردية مستمرة الآن في الطابق الأول، وستبدأ ورشات عمل حول فرص العمل العابرة للحدود بعد قليل أيضا في الطابق العلوي. القيادة مفهوم عملي سارد في كل مكان، في البيت أو في بشكل عام هو يمكن يكون عبارة عن إيجاد فرص عمل إن شاء الله، وهو شيء أكيد معلومات مفيدة رح يعطينا، فلنشوف يعني المحاور اللي انطرحت والعناوين اللي انطرحت كمان هي حتكون أكيد شيء نحن نستفاد منه لقدام يعني. تبعنا ما أنصح به بحكي كل هذا الكلام كتصل إلى هذه الفكرة، إذا أردت أن تقوم بأي عملية تغيير هل تفعلها على الطريقة الأمريكية ولا الأوروبية؟ الاثنين غير كافيات. يعني اذا بتشتغل على الامريكي صعب جدا انه يعني اكلك بالنسبة لي بصراحة كتير مهم استهداف الأشخاص اللي هنا اليوم عم يتخرجوا لحتى حدا يدلهم على الطريق الصح. يمكن هذا المؤتمر هو من أهم الفرص لهذا الموضوع. كشخص اليوم اختصاصي في الإتش آر وصار له يعني بحدود 10 سنوات من الخبرة، ما رح أقدر اليوم فيد الأشخاص بأي شيء له علاقة بكيف يبنى الإتش آر وكيف يعمل الإتش آر. الهدف الأساسي بالنسبة لي إنه خليهم يكسبوا وقت اللي يقابلوا إتش آر يعرفوا يفوتوا على المنظمة. فيمكن اليوم حيكون هو جزء من المبادرات المقدمة إنه حيكون في عنا استشارات فردية تقدم عن آلية إجراء المقابلات الشخصية وكيف أنا بقدر ضمن هاي المقابلة إني أجذب الشخص يلي موجود وأقدر فعلا سلط الضوء على نقاط القوة اللي هي تماما تتقاطع مع الوصف الوظيفي أو الشيء المطلوب بشكل أساسي. وأيضا مرحلة ما قبل أني أنا أصلا أوصل للونج ليست أو لموضوع القائمة المصغرة يلي هي ممكن من خلالها أني أوصل لمقابلة. هذا الجزء يلي أنا رح أتولى اليوم ضمن هاي الجلسات بشكل فردي. طبعا في برنامج مكثف وإله علاقة بتفاصيل إضافية أخرى يمكن الكل بحاجة لها، حتى أنا ضمن المحاضرة الأولى حسيت أني تعلمت شيء جديد. وبالنسبة لي هاي المبادرات لازم دائما تبقى موجودة، وما تكون فقط على صعيد مؤتمر واحد، يكون في نشاط دائما موجود فيه نشر معرفي توعية للأشخاص اللي هن جديد عم يتخرجوا بهدف أنه هن نقدر نحطهم على الطريق الصحيح والكارير المسار المهني الصح لهم. والمقصود فيها هي المهارات الذهنية أو العقلية التي لو طورتها
İsmail'imiz konusu ve iş gücü piyasasına mükemmeliyet. Bence çok çok pratik bir faaliyet olacak. Biraz kısaltılı, biraz kısa olacak. Onun için hem konuşmalarımızı çağırayım, başlayalım. مؤتمر الخريجين هو حدث سنوي بيجمع الخريجين مع أصحاب الأعمال والمنظمات من مختلف القطاعات لحتى يتبادلوا الخبرات، يتبادلوا المعارف، يبنوا العلاقات ويناقشوا أحدث التطورات في سوق العمل متجهين نحو التميز في سوق العمل. النسخة الثالثة للمؤتمر تضمن متحدثين دوليين، في عنا أشخاص من خارج تركيا، أيضا ضمننا أشخاص أتراك محليين في البرنامج. البرنامج ككل هو ناضج بطريقة بيناقش المحاور يلي بتهم الخريجين بناء على دراسات وبناء على أبحاث قمنا فيها بالنادي لحتى نطلع بهذا البرنامج. نحن دعوات كانت من خلال دعوات مباشرة للخريجين من خلال قواعد بيانات الموجودة عندنا في نادي الخريجين، بالإضافة لإعلان مباشر على منصات التواصل الاجتماعي من خلال قنوات سواء نادي الخريجين أو قنوات الشركاء والرعاة. الخريجين يلي هني مدعوين لهذا المؤتمر خريجين من مختلف السنوات الدراسية. نحن دعينا خريجين من تقريبا من 2019 ل 2024، والحمد لله الغالبية لبوا الدعوة وحضروا معنا في هذا اليوم. الحقيقة القيمة المضافة هي العلاقات والتشبيك مع باقي الأفراد، سواء من خريجين من سنوات تانية أو من خلال الخبراء أو من خلال المؤسسات الموجودة معنا هون في المعرض. أيضا القيمة المضافة اللي نحن راح نقدمها إن شاء الله في نهاية المؤتمر هي إعلان عن مبادرات بتقدمها المؤسسات، راح نعلن عنها إن شاء الله في نهاية هذا المؤتمر. وجود هذا الرادار بيخلينا نحن نلاحظها على وقت كبير، يعني مثلا أكيد في واحد من أصدقائنا بشدتنا بيقول لك أنا أول واحد اكتشفت اللينكدين من 10 سنين أو من 15 سنة، هذا لأنه كان بكر رادار صح. فاليوم في أدوات صارت معه في تريلو. الثاني اللي كثير مصمم، هل متوقع أن الذكاء الاصطناعي يسبب بطالة يعني يؤثر على سوق العمل؟ في الواقع ما في تكنولوجيا أو ما في ثورة صناعية أو ثورة تكنولوجية تسبب بطالة. الثورة الصناعية أول ما بدأت أكيد سلب الوظائف. جيت أنا لهون للمؤتمر لأعمل شبكة علاقات ولاقي فرصات عمل وشغل، إنه بما أنه أنا خريجة جديدة فبدي على شغل هلأ، يعني حالياً الشغل. في وجود الفعاليات اللي صارت مثلاً استفدنا، ممكن ناخد يعني حتى ممكن نستفيد كمان ببناء السي في وبالمقابلات العمل والشغل مثلاً. Hem global eğilimlerden de yola çıkarak şimdi son dönemde mesela tedarik maliyetleri çok arttı. Güvenlik konusu ciddi bir sorun. Onun için lojistik gitgide lokal piyasalarda büyümek üzerine tekrar. رأيتي من المؤتمر فكرة كتير حلوة ورائعة، وخاصة لأن نحن الخريجين يعني نحن كتير بحاجة لهذا المؤتمر أو هي الدعوة الرائعة، نتعرف على شخصيات ومتحدثين من القمم من كل الفئات المتوسطة أو الفئات العليا أو المنظمات والرعاة لحتى يحددونا نقاط وفجوات نحن عم نعاني منها بسنوات أو بسنوات تخرجنا. حتى طبعا يعني انا خريجه من 2023 عم ببحث على كثير فجوات ونقاط ما عارف لها حل ولا عم بعرف لها جواب. فاليوم بتواجدي عملت كذا لقاء كذا انترفيو مع منظمات هون، فكثير استفدت بمثل اتش ار، انا بكون عندي ستريس بالاتش ار، كيف بدي يكون عندي سي في، كيف بدي يكون شخصيه يكون عندي كفاءات عاليه لحد اقدم للمنظمه كوني خريجه جديده، شو هي النقاط يلي انا لازم تكون عندي هي لحتى اكون خريجه ممتازه ومحترفه لاقدم للوظائف العمل. فكانت نقطه كثير رائعه وكثير استفدت منها اليوم يعني، وهي فكره انا كثير بقيمها 100% وبتمنى دائما كل سنه يكون في هيك مؤتمر وهيك شخصيات وهيك منظمات. Cam tavanları yıkmak için mücadele ederse o cam tavanlar yıkılacak. Dünyada kadın hakları hareketiyle bu mücadeleyi verdi, mücadele etti. Suriyeliler verecekler, işte siyahlar ve sırmanlar verecekler. Bu mücadele siz de... İşte Sofiyeti her gün 1 milyon görüntüsenle aldı. İşte bu arada bir iş. Azerbaycan için
حاليا يعني شاركوا كثير من الرياديين الاعمال اساسا ومدراء المنظمات بشكل عام، شاركونا خبرات عبر السنوات اللي خلتنا يعني تفتح لنا سبل فتح مشاريع مثلا، او يعني فتحت افكارنا نحو خلينا نقول كيفيه بناء مشروع او البدايه ما بعد التخرج. اللي استفدته صراحه خاصه من محاضره خالد الاحمد في منصه لينكد ان، اعطانا كثير معلومات حول المنصه وكيفيه الوصول لاكبر عدد من خلينا نقول من اصحاب او ريادي الاعمال اللي ممكن عن طريق نتقدم انت سي في بطريقه احترافيه بتخلينا نوصل للوظيفه خلينا نقول، او مش للوظيفه بشكل 100% خلينا نقول. تميز هذا المؤتمر عن المؤتمرات السابقة أنه المؤتمر مركز أكثر على تشبيك العلاقات، على فرص العمل أكثر. المؤتمر السنة بيتيح فرص أكثر للخريجين بأنه يلتقوا مع ناس مهمة، مع شركات مهمة، في فرص عمل كثيرة موفرين بهذا المؤتمر. في مثلا كمان بهذا المؤتمر فكرة الجلسات الإرشاد المهني ما كانت بمؤتمراتنا السابقة، اللي هي بتكون جلسات شخص مقابل شخص، في عنا مرشدين بقابل هذا الشخص مرشد مهني، في حال عنده أي تساؤلات بالنسبة للكارير تبعه بيساعده المرشد بوضع خطة، أو في عنا مرشدين كمان رح يقدموا مثل مراجعة على السي في. هي أحد الأشياء المهمة يعني اليوم بسوق العمل، قبل ما أدخل أنا لسوق العمل لازم تكون السيرة الذاتية تبعيتي واضحة، مجهزة بشكل مثل ما بقولوا نظامي يعني لحتى أبلش بقى أدخل سوق العمل. هي أحد الأشياء مثلا مختلفة عن المؤتمرات السابقة. تدريب الشباب في موضوع المهارات المهنية اللي حكيت عنها في البداية.